بالحواجز أمام جماهير بلاده. تحية جديدة متجددة لكل من التحق بنا الآن في فقرة صحة ونصيحة. نستضيف الدكتور مصطفى موسوي. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير دكتور. كذلك ربما يرأس أو يعمل مع جمعية ترأس أو تعمل مع رئيس جمعية البدر. رئيس نعم ترأس جمعية البدر لمرضى السرطان. ما هي الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية بداية؟ طبعا يعني لمحة طيلة جمعية البدر هي عندها تأسست في 2006، عندها 12 سنة. هي عمل في مرافقة المرضى المصابين بالسرطان، وعندها عدة نشاطات، وهي أولا مساعدة المرضى في التحاليل، في الإجراءات مع مركز علاج السرطان الخاص بالبليدة، بما أن الجمعية راهي في البليدة. طبعا عندنا اتفاقيات مع مراكز لي سون دو راديولوجي ولا لي سون دو بيولوجي، وين نشكروا بزاف بزاف المحسنين هذوما الاطباء اللي يعاونوا المرضى لما نوجهوهم باش يديروا تحاليل. يعني جمعيه البدر لمرضى السرطان تتكفل بمرضى السرطان، تتكفل يعني بهم. طبعاً. مثلا الناس اللي ما عندهاش وين تبات. اعطيك الصحه. جسمو حنايا في لما درنا الجمعيه في 2006 شفنا باللي كاين مشكل كبير، هو المريض لما يجي للبليده باش يدير العلاج، خاصه العلاج الاشعاعي، وهو يطلب 5 ولا 10 دقائق في المستشفى، وهذا دائما يوميا ومده 6 اسابيع، قريب تقريبا شهرين. وشفنا باللي هذاك الوقت المرضى ما كانوش عندهم وين يباتوا، وين يكونوا يقدروا يديروا العلاج تاعهم، كانوا يباتوا في برا، كانوا حتى ما يروحوش للعلاج. وطبعا محطة المسافرين او يقعدوا، يعني هي فرصة. نشكركم على هذه الخدمة اللي تقدموها، وهي فرصة المسلمة. للمتابعين اللي راهم يتابعوا فينا، اللي يسكنوا في اماكن بعيدة في الجزائر، في ولايات ربما الجنوب، في المدن الداخلية، وعندهم يعني إصابات بمرض السرطان وما عندهمش وين يباتوا، ربما يتواصلوا مع جمعية البدر لمرضى السرطان اللي هي، أو يتواصلوا طبعا معنا مع قناة الشروق أو برنامج الشروق مورنينغ، والرقم الظاهر أسفل الشاشة، من أجل يعني ضمان مبيت من طرف هذه الجمعية اللي نشكروها كثير. سيد مصطفى، كيف يتم هذا التكفل لو كان تشرح للمشاهد؟ التكفل في الحقيقة هو سي اون ميزون دو في، هي دار الحياة، ما درناهاش غير تكفل. نعم. المريض يجي يأكل ويرقد، عندنا النقل تاعو، عندنا حتى الأشغال اليدوية في هذا الدار، عندنا أطباء مختصين يجوا يردوا الأجوبة على يعني التساؤلات تاع المرضى، في حين أنه تكون هناك مضاعفات لهذا لهذا المريض اللي حيبات عندكم، عندكم أطباء يعينوه. طبعا عندنا أطباء يجوا يديروا تجاوب على الأسئلة تاع المرضى، عندنا إمام يجوز خطرة في الشهر باش يهضر مع المرضى، عندنا طبعا عندنا حتى دي بسيكولوج، عندنا اسيستون سوسيال، عندنا حتى قاعة التجميل في هذا الدار هذايا، وين كاين دي بينيفول يجوا يديروا الاستيتيك بور لي مالاد كي سون في هذا الدار هذه، دار الإحسان. شكون هما المرضى اللي يعني المناطق اللي تتوافد عليكم بكثرة؟ هو احنا العام اللي فات جونا من 36 ولايه، يعني كل ولايات الجزائر يجوا باش يعالجوا، خاصه بما ان نعرفوا باللي الحمد لله دوكا كاين مراكز علاج السرطان في كثير من الولايات. مي لو بروميير سيتي لو سي بي ام سي، والثاني سيتي لو سي اس سي تاع البيدا، دوك مازال يجوا بزاف المرضى، يجوا من كل ولايات الجزائر. وحنا نشكروا بزاف 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 المحسنين اللي راهم. منين تتلقى جمعيه البدر الدعم؟ الدعم بون، طبعا احنا نشكر بزاف بزاف الوالي السابق سي هشام اللي عطانا قطعه ارض باش قدرنا نبنوا هذا دار الاحسان. وطبعا ذوك الشيء المحسنين هما اللي يعاونوا، عندنا مثلا الخباز كل يوم يعطينا على الاقل 40 خبزه في النهار، اللي يجيب لنا الخضره كل سمانه يجيب لنا الخضره، الحليب مثلا كل واحد صانع تاع الحليب يعطينا 60 لتر في الاسبوع. والماء كيف كيف، يعني نشكر بزاف بزاف هذ المحسنين هذوما اللي راهم قايمين، اللي راهم دايرين في على هذه الجمعيه باش المريض يصيب راحته، وحنا باش ما نتعبوش، وهذا كل واحد يجيب الخصوصيات تاعو
وطبعا حتى المنظمة العالمية للصحة استعرفت بالعمل تاع الجمعية في 2015 من اعطتنا جائزة على العمل اللي نعملوه ضد التدخين، وهذا في 25 مايو اللي فات في رمضان كنا في الجمعة اعطونا جائزة في جنيف مع سيونس بلينيير في مع حضور تاع كل وزارات الصحه تاع العالم، وعطانا جائزه. وذلك الوقت كانت خمس دول اللي حصلوا على عندنا الجائزه. ربما استاذ مصطفى عندنا مكالمه من ولايه البويره او انقطعت، نتمنى تعاودي تتواصلي معنا سيده بالعباس. نعم، طرحت ربما سؤال سيدة من ولاية البويرة، تقول وين مقر الجمعية؟ واحد في البوليدة روي جرال، وهي قريبة على محطة القطار تاع البوليدة بجوج دقائق، جوج دقائق قريبة من محطة القطار. مقر جمعية البدر للتكفل بمرضى السرطان أمام محطة القطار بولاية البوليدة. أنتم تكفلوا فقط بمرضى سرطان أستاذ؟ أنا بياسر تخصصت عنه، هو مرضى سرطان ما حبيناش نحلوا روحنا، بما أن لو كان نحلوا روحنا ما نقدروش نفدوا كاع على الجزائر. نعم، استوعب تاعنا احنا متخصصين غير مرضى السرطان، اللي نعم. عنده ملف تاع مرضى السرطان نقدروا نتكفلوا به، بخارج ما نقدروش نتكفلوا به، باش خاطري ديجا هكذا الدار تحتوي على 45 سرير. حاليا بما أن ما نقدروش نرفضوا المرضى، حاليا هم تقريبا 70 مريض اللي راهو يباتوا تماك. ودائما كما قلنا نشكروا بزاف المحسنين اللي راهم هما يباتوا. يعني مده زمنيه اللي يقضيها المريض داخل شهرين، تقريبا 6 سمان، 6 يعني اسابيع، تقدر توصل حتى شهرين، يعني تستضيفوا المريض؟ لا العلاج بيان سور تستضيفوه حتى شهرين. بيان سور يبات ياكل ويشرب. نعم. وكل لا 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 les activités manuelles, les activités gars autour. وطبعا مثلا هذا الاسبوع هذايا كاين المرضى واللي يكون معاهم برفقتهم اشخاص. طبعا لما يكون واحد ما يشوفش ولا ما يقدرش يمشي، ولا كما حاليا راجل ما يقدرش يمشي بزاف، نقبلوا عائله تاعو اللي ترافقوا، بخاطر باش يكون التكافل شامل. يسمى ما نقولش هما يقدروا، الانسان ما يشوفش ولا لازم مرافقه تاعو. نعم. لازم تكون هناك مرافقة. سيد مصطفى، النصائح اللي تقدمها النصائح المرضى اللي يتوافدوا على المقر بوليدة؟ احنا ماذا بينا يكون في كل مركز علاج السرطان يكون هناك دار ايواء المرضى المصابين بالسرطان، باش المريض تاعنا ما يكونش ديجا عنده سرطان. وخاصة لما يكون من داخل الولايات، من داخل من جنوب الجزائر، ولا لما يجي في مدينة ما يعرفهاش، ما يعرفش المستشفى، ما عندوش عائلة تماك، يسمى يكون هناك. هذا كنت أتمنى تاعنا في كل أمان. نتمناو احنا كذلك أستاذ مصطفى مساوي، نتمناو أنها تتعمم هذه المبادرة الطيبة والحسنة. وكلمة ختامية لك. الخدمة احنا ماذا بينا يكونوا جمعيات، يكثروا الجمعيات، باش هكذاك خاطر المجتمع المدني لما نشوفوا في البلدان الاخرى، شوفوا المجتمع المدني هو ليزاسوسياسيون، هما اللي يديروا المجتمع المدني، هما اللي يقدموا العمليات، هما اللي يحسنوا الوضعيه تاع المرضى المصابين بالسرطان. وحنا الحمد لله في الجزائر عندنا ديجا الجمعيه تاعنا عندها ديجا 12 سنه، وعندنا شهره عالميه. واحنا ماذا بينا ما دام عندكم شهره عالميه، وان شاء الله يبقى هذا المحسنين يبقاو يحسنوا، يبداو يبقاو يقدموا هذه الخدمات. ان شاء الله انتم كذلك، نتمنوا انكم تعملوا